بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا اليوم بمشيئة الله. اللي متابعين معايا في الكتاب صفحة 250، هنأخذ 5.2 اللي change of variables in indefinite integrals. Change of variables in indefinite integral in definite integral. طيب إن شاء الله في نهاية المحاضرة لو في أي استفسارات نتكلم فيها في نهاية المحاضرة. الآن نبدأ المحاضرة، إن شاء الله في آخر محاضرة أي حاجة نتكلم عليها. ما ينفعش يعني في بداية المحاضرة ونتكلمش إلا على المحاضرة. طيب في الحقيقة إحنا حنحتاج تغيير المتغيرات في التكامل الإنديفينيت، لأنه في الحقيقة أحيانا لدي تكاملات بهذا الشكل 5x بلس 7 dx، أو مثلا تكامل بهذا الشكل كوزين 4x dx. فهذه التكاملات بهذا الشكل غير موجودة عندي في التيبل، يعني القانون اللي كتبناه في المحاضرة الأولى والثانية غير موجودة. لذلك حنلقى لي طريقة ليه؟ حنلقى لي طريقة التعويض اللي هو ميثود. حنستخدم طبعا احنا هذه الميثود اوف طريقة التعويض، نحاول نبسط شكل التكامل بحيث نوصله الى الشكل الموجود في التيبل في الجدول اللي اخذناه. حنقول ميثود اوف سبستيوشن طرق التعويض. طيب حنبسطها كمان، حنقول لو كانت عندي الدالة، لو كانت الدالة F، لو كانت F is an anti derivative of F is anti derivative of F على الدالة الاف سمول، في ذي الحالة حنقول ذن نستطيع كتابة التكامل الآتي. تكامل طبعا احنا لما نكامل بالتعويض، لما افرض اليو بحاجة لابد اتأكد ان المشتقة موجودة داخل التكامل، داخل دالة التكامل، ولا الجراح حقي غير صحيح. فمثلا انا عندي الدالة f of g of x ومشتقتها موجودة اهو برا هنا g prime of x. لما يكون عندي دالة التكامل بهذا الشكل، ايوه نعم نستطيع نستخدم التكامل بالتعويض. هذا يساوي حيساوي f capital، اف كابيتال قلنا هي الانتي ديريفتيف للاف. طبعا احنا عرفنا في محاضره كامل وشرحنا لما نقول الاف از انتي ديريفتيف اوف اف، اذا كانت مشتقه الاف هذه تجيب لي الداله اف اللي هنا. طيب اذا كانت تساوي اف كابيتال اوف او جي اوف اكس، يعني ناتج هذا التكامل زائدا سي. طيب وبالتالي حنوضح، حنقول الآن لو استخدمنا التعويض في ذي الحالة، أنا ضمنت عندي أهو دالة وعندي مشتقتها. إذا استطعنا نحدد ما هي الدالة في دالة التكامل وما هي مشتقتها، نستطيع نستخدم التكامل بالتعويض اللي الـ method of substitution. إذا حنقول إف إذا كانت اليو
تساوي راح افرض اليوب جي اوف اكس. ليه فرضته اليوب جي اوف اكس؟ لانه مشتقته موجوده. و الديو حتساوي جي برايم اوف اكس، راح اشتق هذه الداله. في ذي الحاله راح اعوض هنا في التكامل. اذا راح اقول ذن في التكامل راح اقول ايه؟ اف الجي اوف اكس اشيله احط والدي اوف اكس اروح شايله واحط بداله ايه؟ والدي اكس طبعا الدي اكس بامكاننا ايه؟ نحسبها من هنا. دي اكس برايم اوف اكس اهي موجوده عندي هذا المقدار ما هو الا الايه؟ الديو. واللي قوه هنا حنفرضه بالايه؟ باليو. وبالتالي تصبح المساله جاهزه باستخدام التعويض. اذا حيعطي ايه؟ اف كابيتال اوف يو بلاس سي. طيب حنخذ امثله متنوعه كثيره في محاضره اليوم. حنسرد حنتعلم ازاي هاو تو ايفالويت ذا انتجرال باي ذا سبستيوشن. حنخذ اول اكزامبل، اكزامبل 1. نريد نحسب التكامل التالي: الجذر التربيعي لخمسة اكس زائد سبعة دي اكس. الحل طيب لاحظ ايه؟ طبعا احنا في البدايه لما يكون امامنا تكامل نبدا نفكر بالايه؟ بالطرق التي او في الجدول الذي تعرضنا له قبل كده. لكن واضح انها ليست موجوده في الجدول. طيب طبعا انا حفرض اليو بقيمه بحيث المشتقه حقها موجوده بالراء. اذا مش موجوده المشتقه ما ينفعش اكامل بالتعويض. طب احنا هنا حنقول ايه؟ ويلت يو، حنقول ليت يو، حنفرض بالقيمة التي تحت الجذر. طبعا بصوا ما ينفعش راح افرض بالجذر كامل، يعني الجذور حناخذها بعدين في محاضرة أخيرة حنشوف ازاي نتعامل معها. فأنا حفرض اليو بهذه القيمة. هل مشتقاتها موجودة؟ نعم، لأنه عندي دالة كثيرة حدود من الدرجة واحد، لما اشتقها حيبقى من الدرجة صفر، والدرجة صفر موجودة. إذا أروح أشتاق حقول ديو تساوي خمسة، والإكس حتبقى بإيه؟ بواحد، يعني حيبقى عندي هنا دي إكس. طيب طبعا أنا في الحقيقة حروح شايل الدي إكس اللي هنا، فعلي دي إكس، وهنا عندي دي إكس. إما أضرب في خمسة وأقسم على خمسة، أو أحسن حاجة إيه؟ خلو إحنا نقسم على خمسة. إذا حقسم الطرفين على خمسة حيبقى هنا ديو على خمسة وهنا دي اكس. وبالتالي انا استطيع استبدل او هنا اليو، اليو بخمسة اكس زائد سبعة تحت الجذر، وعندي الدي اكس حروح رامي دي اكس هنا واحط ديو على ايه؟ على خمسة. اذا التكامل تبعنا، اذا حنقول ايه؟ التكامل خمسة اكس زائد سبعة دي اكس يساوي، حيبقى عندي هنا الجذر ورشيل اللي تحت الجذر وحط بداله يو، ودي اكس بديو على خمسة، وهذا يساوي. طبعا ممكن اطلع الخمس برا، طلع الخمس ايه؟ طلع الخمس برا. قبل ما اكامل اطلع الخمس برا. والجذر اليو هي في الحقيقة عبارة عن يو أس نص ديو. طبعا خلاص الآن لما حكامل حبقى التكامل إيه؟ حزود للأس واحد وأقسم على الأس الإيه؟ القديم. إذا التكامل هو واحد على خمسة، أزود للأس واحد يعني حبقى نص زائد واحد، حيدي لي ثلاثة أنصاص.
واقسم على الأس الجديد 3 أنصاص زائد سين. طيب أبسط الآن المقادير، هنا عندي 3 على 2 حيبقى مقام المقام بسط، واضرب 3 في 5 إذا حيبقى عندي هنا إيه؟ حيساوي هو مقام المقام بسط، وبعدين عندي 3 في 5 15، وهنا عندي اليو أو حشيل اليو وارجع لي متغيرات إيه؟ الأصلية اليو اللي فرضتها أنا قبل كذا اليو بخمسة إكس زائدا 7 أس 3 أنصاص زائد سين. وكذا نكون حسبنا هذا التكامل المحدد باستخدام الايه؟ باستخدام التعويض. طيب ناخذ مثال اخر، حناخذ اكثر من مثال، حناخذ اكثر من مثال على اكثر من نوع من الدوال. example 2 example برضه عاوزين نحسب evaluate التكامل كوزاين 4x dx. طيب برضه هذه الصيغة بالضبط غير موجودة عندي في التيبل، غير لكن ايه حروح اللي هنا. طبعا ما يفرض، ما ينفعش افرض اليو كوزاين اكس، افرض اليو الحاجة الصغيرة اللي جوه للزاوية اللي تحت الجذر اللي في الدالة الورتينية وهكذا. فلما افرض اليو ب 4x مشتقتها موجودة. إذا حنقول ايه سوليوشن؟ سوليوشن حنقول ليت أو يو يساوي 4x، ومن ثم الديو راح اشتق هنا حيبقى 4 مشتقة في الاكس بواحد، يبقى عندي هنا ايه؟ دي اكس. ومن هنا احسب الدي اكس. طبعا بالإمكان نحن نضرب ايه؟ الدي اكس اللي هنا في 4 واقسم على 4، او نخلص ايه واقسم الطرفين على 4، حيبقى عندي هنا دي يو على 4 وهنا عندي ايه دي اكس. اذا حستبدل الدي اكس بديو على 4 واليو ب 4 اكس. يلا اذا التكامل كوزاين 4 اكس دي اكس ويساوي تكامل اشيل ال 4 اكس واحط بداله ايه يو، ودي اكس احط بداله ايه دي يو على 4. نستطيع نطلع الربع برا، هيبقى الربع تكامل كوزين يو دي يو. الان وصلنا التكامل الى شكل معروف لدينا وموجود في الايه في التيبلز خلاص. اذا تكامل الكوزين هيدي لي ايه ساين يو بلس سي، وارجع للمتغيرات الاصليه حيبقى ربع ساين، وراح حاطط بدل اليو ايه 4 اكس زائد سي، وكنا وجدت ايه التكامل. طيب ممكن عندي طبعا عندي التعويض ممكن تكون حاجه مضروبه في حاجه. اذا المثال الأول كان حاجة تحت الجذر ومشتقته موجودة برا، أو حاجة موجودة في الزوايا المثلثية مشتقتها برا، أو أحيانا تكون موجودة في أس الدالة الأسية والمشتقة موجودة برا، أو أحيانا تكون جوا الدالة الورتمية والمشتقة حقها موجودة برا. طبعا اكتساب المهارات يتوقف على لما نحل تمارين كثيرة، لما نحل تمارين كثيرة حنلاقي أنفسنا إيه؟ حنلاقي أنفسنا تمرسنا على التمارين او على المواضيع هنا، وتبقى الامور معنا ايه سهله جدا. ناخذ اكزامبل اخر، اكزامبل اخر اكزامبل 3. طبعا في هذا المثال ايه حيكون عندي داله او قوس، وفي عندي داله كمان برا او قوس تربيع 2 اكس تكعيب زائد 1، وبرع هنا عندي ايه اكس تربيع دي اكس. طيب في البدايه انا لما اجي اكامل زي هذه المساله ابدا اتاكد، طب
طبعا لما نختار اليو نختار اليو الحاجة الصغيرة اللي قوة، ما نختارش الكبيرة، ما نختارش الدالة الكبيرة. طبعا في إجراء روتيني ويضيع وقتي، أروح أربع بعدين أضرب بعدين أكمل، هذا يأخذ وقتي تماما. لكن لا، ما نربعش، ما نربعش. فأنا المقدار اللي تحت التربيع أفرضه بيو. ليه أفرضه بيو؟ لأنه مشتقاته هي موجودة هنا. طبعا الثوابت عادي نقسم أو نضرب، ما فيش مشكلة. فأنا عندي كثيرة حدود هنا من الدرجة الثالثة، هنا من الدرجة الثانية، فلو اشتقيت الدالة اللي هنا حتبقى من الدرجة الثانية. إذا نستطيع بالفعل نستخدم طريقة التكامل بالتعويض. إذا حنقول إيه؟ let u equals 2x تكعيب plus 1. كذا دائما نضع في بالنا أثناء شغلنا في التكامل، لما أجي أكامل بالتعويض، لما أفرض اليو بحاجة لازم اكون مطمن انه الايه المشتقه موجوده، ولا مش حينفع. اذا الدي يو راح اشتق هنا حدي ليه 6 اكس تربيع دي اكس. طبعا مهم جدا يكون المشتقات ملمين فيه، لو ما نفهم المشتقات مش حنعرف نكامل. طيب انا موجود فقط عندي ايه؟ موجود هذا الحد فقط والسته غير موجوده. اذا اما اضرب في سته واقسم على سته، او اخلص نفسي من هنا واقسم الطرفين على سته. لما اقسم الطرفين على سته حيبقى هنا الديو على 6، الطرف الايسر حقسمه على 6، ويتبقى عندي في الطرف الاخر ايه؟ اكس تربيع دي اكس. اذا مسالتي اصبحت جاهزه، اروح اعوض في الايه؟ في التكامل. طبعا كل ما عوضنا بشكل صحيح كل ما استطعنا إيه؟ نحل المساله بشكل صحيح، و الوقت حقنا ايه؟ نستفيد منه. طيب اذا اصلا اي خطا حيعقد لي المساله. ما يطالب ممكن تربع وترجع تضرب، حياخذ منها وقت. 2 اكس تكعيب زائد واحد لكل التربيع، وبرا عندي هنا اكس تربيع تي اكس، هذا حيساوي. اذا حشيل المقدار اللي تحت الاس، حيبقى تكامل يو تربيع اكس تربيع دي اكس، اتفقنا حنشيلها ونحط بدالها ايه؟ دي يو اوفر 6. يلا قبل ما اكمل بالامكان ايه؟ بالامكان ان اطلع السدس برا. هنا راح يساوي او سدس طيب معلش اقتطع البث، ما ادري في مشكله في النت. لاحظوا معايا، طبعا هو في الكتاب كاتب هنا 7. طبعا الافضل ليش 7؟ لانه الطالب حيروح، طبعا لو كان تربيع ممكن يربع ويضرب بس برضه حياخذ وقت. طبعا لو الاس 7 مش معقول الطالب ايه حيروح يفك هذا المقدار 7 مرات وبعدين في اكس تربيع، حياخذ كل وقته. لذلك ايه هنا ميزة التكامل بالتعويض، ميزة التكامل بالتعويض يبسط ويوفر لي الوقت. إذا حيبقى 1 على 6، أزود الأس 1 حيبقى يو أس 8، وأقسم على الأس الجديد فعندي هنا زائد سين. بعدين حيبقى عندي هنا 1 على 8 في 6 ب 48، واليو أس 8 أرجع للمتغير حقي الأصلي اللي فرضته. إيش المتغير؟ أنا فرضت يو بإيه؟ فرضت يو ب2 إكس تكعيب، او فرضت اليوم 2 اكس تكعيب
زائد واحد. طيب ناخذ مسألة أخرى برضو، جذر في دالة أخرى. دائما نحاول نفرض الحاجة اللي تحت الجذر، اللي تحت القوس، ما نفرضش الجذر كامل، ننتبه لهذه الأشياء. يعني كل ما كان الفرض حقنا بسيط وسهل، طبعا بشرطه ننتبه انه بالفعل الحل موجود، المشتقة موجودة داخل دالة التكامل، لابد نتأكد ان المشتقة موجودة. فمثلا عندي في هذا التكامل evaluate، عاوزين نحسب التكامل التالي هو اكس. طبعا عندي هنا الجذر ده اس ثلث، اللي هو عبارة عن 7 ناقص 6 اكس تربيع دي اكس. سوليوشن، طيب احنا حنعمل ايه؟ حنقول ليت. طيب ما ينفعش اروح اخذ الجذر كامل وافرضه، اذا انا حفرض اليو بالقيمه التي تحت الجذر. الداله اللي تحت الجذر داله ايه؟ داله من الدرجه الثانيه، والداله اللي برا من الدرجه الاولى. اذا كويس، لما حشتغل الداله اللي تحت الجذر، اذا حقول ليت يو يساوي 7 ماينس 6 اكس تربيع، ومن ثم الدي يو حشتاق، طبعا مشتق السبعة بصفر، حشتاق هنا 2 في 6 حيبقى ماينس 12 اكس دي اكس. طبعا لاحظوا بداية الخطوات هي اشتقاقات، فلو غلطنا بالاشتقاقات خلاص غلطنا بالمسألة كلها. فقط في الحقيقة أنا أريد هذا المقدار، أريد هذا المقدار. إذا حروح أعمل إيه؟ حقسم الطرفين على سالب 12 واحصل على اكس دي اكس. إذا حيبقى عندي هنا دي يو، دي يو على سالب 12، وهنا عندي إيه؟ اكس دي اكس. إذا دي يو على سالب 12 وعندي هنا اكس دي اكس، فحشيل في المسألة اكس دي اكس وأحط بدلها سالب دي يو على 12، وأشيل المقدار اللي تحت اليو وأحط تحت الجذر وأحط بداله إيه؟ يو. إذا نتكامل، التكامل تبعنا أهو، طبعا هنا 3 أس ثلث أو 7 ماينص 6 إكس تربيع، وعندي هنا إيه؟ حكتب إكس دي إكس مع بعض، هذا يساوي. إذا القيمة التي تحت الجذر أروح أشيلها، أروح أشيلها وأحط بدالها إيه؟ يو. طيب الـ x dx أشيلها وأحط بدالها إيه؟ du على سالب 12. طيب قبل ما أكمل أحاول إيه؟ أبسط الأشكال، يعني أخلي المسألة جاهزة. هروح أعمل إيه؟ إذا حقول هذا المقدار، إذا هذا المقدار يساوي اليو هنا حتبقى أس 1 على 3. احنا اتفقنا هنا اليو اس 1 وهذه 3، يعني 1 على 3، وسالب 1 على 12 تطلعها برا. ما كامل الان استطيع اكامل، حيبقى سالب 1 على 12، وحكامل اليو اس ثلث، اكامل اليو اس ثلث، يعني حزود للاس 1 ثلث زائد 1، الواحد فيه 3 3، اذا عندي 4 3، واقسم على الاس الجديد 4 3 او زائد س. طيب خلاص المسألة أصبحت إيه؟ هو مقام المقام بسط، يعني حبقى الثلاثة فوق، حبقى خلوني أكتب كل حاجة، ثلاثة فوق و12 هنا في 4. إذا المقام المقام حيرجع هنا بسط، وعندي هنا يو أس 4 3، أس 4 على 3، وأرجع اليو حقيقي إيه؟ نرجع اليو زي ما كانت إيه؟ 7 ماينص 6 اكس تربيع. طبعا وبسطت هنا، لو اريد بعدين 3 على 3 من 1 و12 على 3 من 4، اذا يبقى عندي ناتج التكامل او سالب 1، سالب 1 على 16
وعندي هذا المقدار أستطيع أكتبه في الشكل الآتي، إن هيبقى 7 ماينس 6 إكس تربيع، أو نستطيع نكتبه كذا ماينس 1 على 16، أو يبقى أس ثلث، وعندي هنا 7 ماينس 6 إكس تربيع أس 4 بلس س. طيب إذا في معظم هذه الأمثلة كان عندي أقواس مضروبة في دالة، أو جذر تربيعي، أو جذر أس ثلث، أو أس نص، أو أس خمس، وفي عندي دالة برا. الآن حنشوف التكامل باستخدام التكامل بالتعويض. لو كان عندي دالة كسرية، كيف نستخدم طريقة الميثود اوف سبستيوشن تو ايفالويت ذا انتجرال؟ حنوضح هذا الكلام في اكزامبل 5. اذا اكزامبل 5 ايفالويت تكامل اكس تربيع ماينس 1 على اكس تكعيب ماينس 3 اكس زائد 1 ها اس 6 دي اكس. طيب طبعا في الغالب احنا نفرض اليو في الحاجة الموجودة في المقام، وبشكل أدق اليو تحت الأس، يعني لو كان عندي هنا مثلا أس 6، لو كان عندي جذر تربيعي، لو كان عندي كوساين زاوية، بس بشرط أتأكد إنه الإيه؟ مشتقته موجودة فوق. بشرط اليو اللي حفرضها نتأكد إن المشتقة موجودة. إذا حنقول الحل، حنقول ليت يو، راح أحفظ يو بالحاجة اللي تحت، ما فرضش يو بالمقدار كامل. راح أعقد المسألة. إذا حنفرض اليو بإكس تكعيب ماينس 3 إكس بلس 1، ومن ثم الديو حتبقى بثلاثة إكس أس 4 ماينس 3 دي إكس، 3 إكس تربيع. طيب أنا في الحقيقة ما في عندي هنا 3، إذا حاخذ 3 مشترك، حيبقى 3 إكس تربيع ماينس 1 دي إكس، هذه الديو. إذا أنا المقدار فقط 3 غير موجود، إذا حأعمل إيه؟ حروح أقاسم الطرفين على 3، إذا حيبقى عندي الديو على 3، وعندي إيه؟ عندي إكس تربيع اكس تربيع ماينس 1 دي اكس. اذا حروح اشيل اكس تربيع ماينس 1 مضروب في دي اكس ديو على 3، والمقدار هذا اللي تحت الاس الدرجه 6 حيبقى يو. بالتالي اهو حيصبح التكامل معايا بالشكل الاتي، فنصبح التكامل، لأن حنقول تكامل إكس تربيع ماينس 1 على إكس تكعيب ماينس 3 إكس زائد 1 أس 6 دي إكس يساوي. إذا المقدار اللي هنا اللي تحت الدرجة 6 حروح شايله وحطه بداله إيه؟ حيبقى عندي ايه؟ يو اس 6. حيبقى هنا عندي يو اس 6، وهذا المقدار دي اكس اكس تربيع ماينس 1 من هنا حشيله وحط بداله ايه؟ خليني اكتب هنا ايه؟ 1، حيبقى دي يو على 3. طيب حطلع اليو اس 6 فوق وطلع الثلث برا، حيبقى عندي ايه؟ او ثلث تكامل 1 على يو اس 6 حتطلع فوق بايه؟ بيو سالب 6 ديو. الآن نستطيع المكاملة. طبعا هو كل شغلنا بالتعويض، وهذا عشان ايه؟ نوصل التكامل
إلى تكامل معروف أو موجود في التيبل. إذا هيبقى واحد على ثلاثة، هزود الأس واحد، هيبقى زائد واحد وسالب ستة، هيعطيني إيه؟ هيعطيني سالب خمسة. واقسم على هذا الأس الجديد، سالب خمسة زائد س، وهذا يساوي، هضرب الآن، هيبقى سالب واحد على 18. وعندي هنا يو سالب خمسة، ممكن أكتبها تحت، أنزلها تحت، هيبقى واحد على يو أس خمسة. الآن أرجع للمتغيرات القديمة، أشيل اليو وأحط بدالها إيه؟ هشيل اليو وأحط بدالها إيه؟ طبعا 15. إذا حيساوي إيه؟ سالب واحد على 15، يعني عندي واحد على، هشيل اليو، هشيل المقدار اللي تحت اليو وأحط بدالها إيه؟ يو اللي إحنا فارضينها بإيه؟ بإكس تكعيب ماينس 3x زائد ايه؟ 1. طيب نشوف برضو أمثلة على الدوال المثلثية. برضو حنشوف أمثلة على الدوال المثلثية. Example اكزامبل ستة، المطلوب حساب التكامل التالي، evaluate التكامل كوزين جذر اكس على جذر اكس دي اكس. الحل، طيب برضو انا لما اكمل في عندي الداله المثلثيه داخل التكامل، اول حاجه انظر لها الايه؟ للزاويه. طبعا لو في داله وفي جنبها في الناحيه الثانيه داله، ممكن تكون احداهما مشتقه للاخرى، لكن اذا ما في دالتين مثلثيتين مضروبه في بعض، اشوف الزاويه، اروح انظر الى الزاويه. فانا عندي في الحقيقه الزاويه هو جذر اكس، طبعا مشتقه جذر اكس حتدي لي ذا الناتج، وبالتالي ينفع نفرض الـ اليو بايه؟ اذا حنقول let يو equals جذر اكس. ما ينفعش اروح افرض اليو بالداله كلها، لانه مشتقه الكوزين غير موجوده. طب انا فرضت اليو جذر اكس، احنا خلاص عارفين ان مشتقه الجذر اكس تساوي واحد على اثنين في جذر الاكس في مشتقة ما تحت الجذر، مشتقة ما تحت الجذر بواحد. لاحظوا المشتقات هامة جدا، لو ما اشتقوا الصح مش حتحلوا المسألة التكامل الصحيحة. طيب أنا عندي في دالة التكامل إيش اللي موجود فقط؟ اللي موجود فقط هذا المقدار. جذر اكس دي اكس. لكن ما في واحد على اثنين. إذا أضرب الطرفين في اثنين. إذا حضرب الطرفين في اثنين حيبقى اثنين. du يساوي dx، يساوي dx على جذر x. إذا dx على جذر x باثنين ايه؟ باثنين du. يلا تعالوا نروح للتكامل. إذا حيبقى تكاملنا بهذا الشكل. إذا تكامل كوزين جذر اكس على جذر اكس دي اكس، ويساوي كوزين، اشيل الجذر اكس واحط بدالها يو، دي اكس على جذر اكس هستبدلها به باثنين دي يو. يعني كان ما فيش داعي نكتب هذا الخط، خلاص. اذا اصبحت المساله ايه؟ بهذا الشكل، اثنين كوزين يو دي يو، وهذه موجوده في التيبل، يعني بالتالي استطيع كامل. إذن هذا حيساوي التكامل كوزين يو بساين يو زائد سين. وارجع للمغير الاصلي حقي، حيبقى اثنين في ساين اليو اللي هي جذر اكس، اشيلها واحط بداله
ناسي. طيب حنشوف لو في عندي دالة مثلثية في دالة إيه؟ في دالة مثلثية. طبعا ينفع أفرض إحداهما بيو والأخرى مشتقة الثانية، بس بشرط تكون الزوايا نفسها. بس لو اختلفت الزوايا ما ينفعش. لو اختلفت الزوايا ما ينفعش. راح أقول إكزامبل 7. Example 7 evaluate تكامل كوزين تكعيب 5x في ساين 5x. ألاحظ هنا إيه؟ في عندي دالة مثلثية مضروبة في دالة مثلثية. عندي في دالة مثلثية مضروبة في دالة مثلثية، لكن الشيء الجيد أن هذه الزاوية نفس هذه الزاوية، وبالتالي طبعا الكوزاين مشتقتها سالب ساين والساين مشتقتها بكوزاين، بس ما ينفعش الفرض أفرض لت يو بساين لأن مشتقتها مش موجودة، لكن لو فرضت يو بالمقدار الذي تحت التكعيب هيبقى إيه؟ أفضل وهيعطيني النتيجة أصح. إذن حنقول let u بكوزين x، يعني افرض المقدار الذي تحت الأس، ما افرضش هذا كامل u يساوي كوزين تكعيب 5 x. طب لما اجي مشتقه مش هحسب مشتقه التبرع. طبعا انا لما اختار الداله اللي هفرضها بيو لابد اتاكد ان المشتقه موجوده، يعني اثناء ما انظر للتكامل واريده كامل لابد ايه ابدا اطمن بالفعل، هل لما يكون عندي داله مثلثيه في داله مثلثيه هل لو فرضت اليو هذه الداله المثلثيه مشتقتها موجوده؟ اذا لما اروح اشتق اهو دي يو هيساوي سالب ساين 5 اكس في مشتقات الزاويه اللي ب 5 دي اكس. طبعا انا فقط عندي ايه؟ موجود فقط ساين 5 اكس دي اكس. إذن حقسم الطرفين على سالب 5، إذن حقسم ديو على سالب 5، ويتبقى بالطرف الآخر ساين 5 اكس دي اكس. إذن حشيل أنا الساين 5 اكس دي اكس وحط بداله إيه؟ ديو على سالب 5. إذن دالة التكامل تبعنا إيه؟ كوزاين تكعيب 5 اكس في ساين 5 اكس دي اكس او يساوي، اروح للمقدار الذي تحت الدرجه 3 حيبقى عندي ايه؟ حيبقى عندي يو تكعيب، يعني حشيل الكوزان وحط بدالها يو. مشتقتها هي موجوده ساين 5 اكس دي اكس، حروح راميه وحط بدالها ايه؟ في دي يو على سالب 5. طيب قبل المكامله استطيع اطلع سالب 5 برا، هيبقى عندي فقط تكامل يو تكعيب دي. الآن أستطيع أطبق الباور رول وأحصل على المطلوب. إذن هذا حيساوي سالب 1 على 5، وكامل هنا حيبقى يو 4 على 4 زائد سي. أزودت الأس 1 وقسمت على الأس الجديد. طيب حبسط هنا حيبقى سالب 1 على 20، وارجع للمتغيرات الأصلية. إيش المتغير الأصلي عندي؟ أن اليو كوزاين 5 إكس. طيب في الحقيقة إحنا أخذنا مسائل متنوعة، فأنا حكتفي بهذا القدر. في المحاضرة القادمة إن شاء الله حنأخذ إيه؟ سكشن 5 بوينت للفاندمنتال اوف كالكلاس. حكتفي بهذا القدر وحفتح المجال للاسئله.